في ملف الصحة، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا جونسون أند جونسون بإجمالي 1,058,400 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات أفات لقاحات كورونا. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الشحنة الجديدة من لقاح جونسون أند جونسون جاءت بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم والتي يبلغ عددها 1,100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية، وذلك بعد خضوعها للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية.